السلام عليكم البنات، واش ديروا؟ واش حوالكم؟ البنات هنا اليوم مش نحينا اللي كاش ريدو، نحينا الكليب تاعنا كامل تاع الديار كامل، نبدلوا الروتين هكا شويه، نبدلوا الجو، نحيوا الغمه هذيك اللي في الدار. هاني جبتهم وجبت لي برودوي هذوك اللي جبتهم لكم ساره الخطره اللي فاتت كي صورتهم وحطيتهم لكم في القناه. عندنا صانيبو، عندنا ليكيد، عندنا جافيل، عندنا ثاني هذاك اللي تلوحي في الماشينه يدير ريحه في القش، تتهناي من ريحه القش. ديري هذا البنات، هذا ريحته تهبل هايله، راهو ماد ان اسبانيا، ها هي كي مكتوبه اسبانيا. هاني حنجربه لكم ونشوف لكم لي برودوي هذا. وهذا الازرق تمسحي به الكاروات، دوك نعطيه لكم في الفيديو كيفاه مسحت به الكاروات وكيفاه خرجوا هايلين. وعندنا لا مارك تاعنا تاع الماشينه تاعنا هي بيكو. هاني دوك نلوح القش تاعنا في الماشينه، انا اللي نحلو. هاو البنات راح نلوح اللومو تاعنا هذا اللي جابوه لنا جديد هذا، من بعد نزيد ليكيد، ومن بعد نزيد هذا تاع الريحه باش تكون الريحه في الريدوات تاعنا. نجربوه ونشوفه ونرد لكم في بالخبر. هذا ليكيد درك البنات اللي حنديرو الاخر. سمو البنات، من درك رمضان كي يلحق نبغيو النظافه، نبداو له اكثر من 15 يوم وحنا من النظافه، وطلع حتى نوصلوا للحوايج تاع الماكله نديرو في الماكله. لا لازم واحد يسيق العبد، يسيق الدار تاعو، يغسل، ينحي ريدوات في رمضان. ها في هكا امل قبل ما يلحق رمضان باش يلقى كلش نظيف، خاطره نقعدو غير للطبيخ، نقعدو غير الاخر، ما نقعدوش نجبدو الريدوات، نجبدو القاش، نجبدو شوفي على الاول نغسلو، يلحق رمضان تبقى له ثاني 15 يوم نزيدو نعاودو نغسلو. الترتيب كيما بدينا رمضان، كيما بدينا كيما نخلصو رمضان، ثاني يلقى رمضان كلش نظيف كلش مليح، وكي يخرج كي يخرج رمضان كلش ثاني نزيدو نعاودو. هاي هنا البنات وجبت راكم تشوفوا في الاخر الكاروات تاعنا كيفاه راهم خامجين. دوك نمسحهم بالاخر البرودوي هذا تاعنا اللي جبته لنا ساره، نمسحو بالجريدة. جيبي البرودوي والجريدة، جريدة يشري راجلك فيها هو يقرا الجريدة يشوف واش كاين واش ما كانش، وانتي فيها تمسحي بها الكاروات تاعك. جريدة تمسح تخرج اما تخرج كلش خير من الكتاتن هذوك اللي يقولوا لك بلي الكتانه تخرج وما على باليش. انا شتي من نهار كنت جريدة كارت واحد تاع الجريدة نبلو وواحد نديرو يابس، نحك بالمبلول ونعاود باليابس وندير واحد من نعود نمسح يخرجوا الكاروات نتاعي كي المرايا. ها هما كاين مسحتهم كامل، والريدو تاع الاخر تاع الطاقه هذه اللي لحتو في الماشينه نغسلو. دوك نعطيه لكم بعد نطلع لاطيراس نروح ننشرهم. المهم درت لكم مال النظافه، انا ما كنتش هنا درت لكم حمله النظافه، ربحت لقيتها قد ها هو كي الريدوات تاعنا راهي ريحتهم شتو كي لوحنا هذاك الكو تاع الريحه تاع الورد، شوفوا ريحتهم تهبل. ها هذا ما غسلتوش لي لهنا في الصاله، غسلت تاع لي شامبر كامل. تقعدوا جبدوا الريدوات تاعكم نظفوهم، هذو رانا شريناهم عند زهرة الربيع تاع البلاد. مليحه النظافه تنحي كلش. اليوم راح ندير رول قهوتي، غليته شوي في الماء ومن بعد عاودت له في الكسكاس تاع الغوط، خليوش بزاف في الماء يغلى هكاك ثلاث غليات ربع غليات، نحيو قطروه وشدوه من بعد فوقوه خاطر الرز هذا تم يدير بعد هاي الملعقة. الرز تاع كيلو الرز تاع كيلو هاي الرز هذا تاع كيلو مش تاع ناتي. هذه الكيكو تاع هياكي شريناها جديدة، ها هياكي هاي كيفاه راهي طيبه. البنات الحميس الفلفل تعودي تخليوه يصفر هكذا يقول شي يجي باهي، يعني مش كان نرحيها وما يباش بصح حتى شوف الفلفل باهي. درت له الاخر خليت الفلفل الاحمر حمار مليح، درت الخضره ودرت الصفره ودرت الحمراء والطماطم حمر وشوف واش باهي شافي واش ملاح. هي راح نديرهم حميس وباذنجان، هي باذنجان ها هو كي حتى هو ها هي كي الفلفله حمرا ها هي كي يجي يطرش يجي لاخر
هذا القميص نتاعو يجي يهبري يهبل، يكون هكا الفلفل يكون هكا احمر في الالوان، مر بالالوان الوان نتاعو، الوان نتاعو زايد عليه خير من الماكله. ما كانش الزيت انا عدنا ندوروها حماس وخلاص. لا لا اختي كاينه الزيت على ما كانش، مازال ما لقيتش الباقمه. ها ما احنا لا قام يديوها غير بالوجوه. لا لا احنا كل عندنا الزيت، انا عندي الزيت قلت عليك. ها هو تي كي نكملو ونحطو لكم الروز تاعنا كتحنا الروز تاعنا كتداويناها ما انا اختنا ولا ما قبلت القناه. اي نعم نورمال عادي ديري فيه طرف الشاش الشاش تزيد دواوات تزيدي بغيتي ديري هاي والحمص بغيتي ديري فيه شويش البانة باش يجي كي تسدي يجي هكا باهي خاطر هذوك العين الساعة تاكل العين ومن بعد ياكل الكرش. خلاص من بعد نرجع لكم بالصوص. غديري مش بزاف المركة وجمري تبغى يدير فيه العظام يشرش من العظام تبغى يجمر تبغى يسكي هاي تبغى يجمر تبغى يسكي تبغى يدير فيه البطاطا اللي ما بغاش ما يديرش ان شاء الله. هاي البنات الاخر سموه الرز نتاعي ها هو كي وين وجدتو ان شاء الله ديروه يعجبكم تاكلوه بصحه وبنا حميص هذاك اللي درتو قلت لكم ديروا الفلفل الاحمر الاخضر الاصفر الطماطم كامل الالوان راهم يجي بنين الصحه نتاع الصحه. ها الرز نتاعي شهيناكم في الجنه وتبقاو على خير البنات.